السيد المحجوبي أحرضان زعيم قل نظيره، تقلد مناصب كثيرة وخاصة تلك الفكرة التي خلق بها الحزب الذي يدافع عن العالم القروي وعن البوادي حتى يكون توازنا بين كل فئات الشعب المغربي ويدخل هذا النضال في العدالة المجالية. تقلد مناصب كثيرة من وزير داخلية والي على مدينة الرباط وكذلك وزيرا للداخلية، عاشر ثلاث ملوك محمد الخامس الحسن الثاني ومحمد السادس، وكانت له مكانة خاصة وستبقى هذه المكانة الخاصة في نفوس المغاربة وخاصة الحركيات والحركيين، الذي بالنسبة إليهم هو الأب الروحي والرئيس المؤسس للحركة الشعبية. سيظل فنانا في لوحاته التي تزين بيوتنا، سيظل شهما زعيما في مقر الحركة الشعبية التي يزين بصوره، أسكنه الله في سيح جناته. ابن منطقة والماس، سنقول ابن منطقة والماس، حرضان من مدينة والماس. اليوم يعني فاجعة الموت التي أصابتنا في وفاة هذا الزعيم، رغم أننا نبحثوا على الكلمات ما نقدرش نعبروا على هذا الحزن والأسى اللي أصابنا اليوم. حرضان كان مدرسة بالنسبة لنا، حرضان كان مدرسة للقيم، مدرسة للنضال، مدرسة لحب الوطن، حب العرش، حب الملك. فأحرضان رحمة الله عليه اليوم بالنسبة لنا تنعيش هذا المنعطف، منعطف ما بعد أحرضان، ولكن عزاؤنا هو أننا سنظل على طريقه وعلى نهجه وعلى توجيهاته ونصائحه. أحرضان كان تيشجع الشباب، تيشجع الأطر باش يرجعوا لبلادهم، باش يرجعوا للأصل ديالهم يخدموا. يعني قليل هم الناس اللي تيفكروا بهذا المنطق، يقول لك أودي أنتم دائما بلادكم تتسال فيكم، باش نقولوا البلاد ماشي كمغرب ولكن كمنطقة اللي تولدتي فيها وعشتي فيها راه تتسال فيكم. لا ساعدتك الظروف قريتي، رجع لبلادك، رجع للناس ديالك خدمهم، تالي على هذا النهج بقينا. واليوم يعني صادم نقول لك استاذي الكريم، يعني الفاجعة كبيرة. نسأل الله الرحمة، وعزاؤنا أننا سنظل أوفياء لنضالته لتوجيهاته ونصائحه. شكرا لكم.